الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. أيها الإخوة الكرام، الوكالة، كتاب الوكالة، شنو هي الوكالة؟ يعني إنسان توكله أمرك أو توكله بعض أمورك، وهذا جائز شرعا. توكله بعض أمورك، تقول له بيع واشتري لي كذا وكذا، بيع كذا واشتري لي كذا، هذه الوكالة. أو زوج فلانة، بنتي زوجها بوكالتي، بوكالة الأب يزوجها الأخ أو الأب أو الخال أو شيء من هذا القبيل، وهكذا الوكالة مشروعة. قال يجوز لجائز التصرف أن يوكل غيره. قضية جائز التصرف المقصود بها أنه بالغ عاقل، هذا هو جائز التصرف. لما بالغ لا عاقلش تصرفه ناقص. قال يجوز لجائز التصرف أن يوكل غيره في كل شيء، في كل شيء، في كل ما يمكن أن يتصرف فيه، ما لم يمنع منه مانع، يعني شرعي، ما لم يمنعه مانع شرعي. ولذلك جاء في الحديث كتوكيله صلى الله عليه وسلم في استيفاء الحد، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري. شنو استيفاء الحد؟ أنه وكل رجلا اسمه أنيس، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أغدو يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. هذه وكالة. وقد وكل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور، وكل أبا هريرة على صدقة الزكاة، ووكل أنيس، ووكل في كثير من الأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل في زوجه ميمونة، وكل رجلين في أن يزوجوه ميمونة. طيب، فهذا مشروع. وإذا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه له موكله كانت الزيادة للموكل. ما معنى هذا الكلام؟ يعني
إذا أرسلتك في مهمة بيع وشراء، قلت لك بيع كذا واشتري كذا، فأنت بعت بغير الثمن الذي قلت لك. يعني مثلا قلت لك 1000 درهم وأنت بعت بأكثر من 1000 درهم، فالزيادة للموكل، زيادة لصاحب المال للموكل وليس لي الذي وكله، ليس له ذلك. قال وإذا خالفه إلى ما هو أنفع أو إلى غيره ورضي به صح. مثلا شيء أوكله أو وكله في شيء، من مثلا اشتري منزلا في الحي المسمى كذا وكذا، فاشترى له في حي آخر، هو ظهر له أن ذلك الحي لا يليق به، في الحي المسمى بكذا وكذا أفضل له، فهو تصرف تصرفا هو في صالح الموكل، هذا التصرف في صالح الموكل. فإذا جاء الموكل وعرض عليه ذلك ورضي جاز التصرف، جاز التصرف. أما إذا لم يجزه أعاد ذلك، إذا لم يجزه أعاد ذلك. هذا كتاب الوكالة. قضية التوكيل بالنسبة للمحاماة، فهذا الأمر يعني تكلم فيه كثير من الدعاة وكتبوا في مجلات وصحف وكتب، وهناك من انساق إليه دون أن يعرف أصله وهل هو جائز أو غير جائز، وصار يفتي بجوازه إطلاقا. الحقيقة أن هذا الأمر هو في محك، لأن الأصل عدم هذه المحاماة، هذا هو الأصل، لم يكن عندنا مثل هذا الأمر، ولم يكن فيه يعني محامون احترافيون، قد يحتاج الإنسان إلى من يتكلم عنه أمام القاضي، فيأخذ مثلا شخصا من حيه تعرفه بأنه تعرف يتكلم وكذا، ويديه معه يقول لي جميع القصة وكذا، وتدفع لي أمام القاضي، ثم هذا الشخص ما اتخذهاش حرفة أو مهنة، لا ما اتخذهاش حرفة ولا مهنة، هذا هو الأصل، وهذه الوكالة جائزة. أما الآن أصبحت حرفة، لأن المستعمر لما دخل إلى بلادنا فرض عنا كثيرا ما كنا نعرفه، كيف يقول هذا هو يعترف المحامة، فهذه من الأمور اللي داخلة علينا ما كانت عندناش. والذين استشهدوا على جوازها استشهدوا بالوكالة لأنه وكيل، ولكن هذا الوكيل محترف، هذه المشكلة، وكيل قد لا يكون في صفك، أنت تتخلصه وربما يبرم صفقة مع المحامي الآخر وينوضوا بك، هادشي اللي كاين، هادشي دابا تحايلات. وشحال هاد المحامون كانوا ديال الناس، شحال كانوا الناس قبل ما يدوا لهم واحد الضابط
وراء عندهم نقابة خاصة بهم ضروري ما تستطعش تطعن شي حد ولا كذا خصك شحال دابا كانوا ديك الساعات الحوادث السير كيخرجوا لهم الفلوس انه هو تيتوكل بالقضيه تيمشي يدور الفلوس وتصرف فيهم شراو الفيرمات شراو كذا داروا مشاريع داروا وقرضوا هادشي من الثمانينات للفين راه هاد القانون جا هو غير بعد ما باقيش هو تيتدخل في الفلوس من الان انا شنو اليوم ندير لهم كيتعطى شيك ليه حسب التعاد ديالو تيعطيو فلوس فيه من ديك لاسورانس وشيك اخر في سن مول القضية دابا عاد تهنا الوقت شوية هما كانوا عباد الله هذا واحد القاضي ديك الساعة قال لي مشى لعندو واحد السيد وكان شي واحد في أرض وقال لي القاضي أنا غادي نوريك أش دير ولكن تعطيني الفلوس ملي تخرج منها وتدي الأرض تعطيني قال لي نعطيك شحال قال لي ما عرفتش شي 5000 درهم ولا شوف زمان كان ديك الساعة 5000 درهم تتشري جوج دير ولا ثلاثة قال لي واش ندير قال لي ملي توقف قدام القضاء ونقول لك انت ديتي الأرض الفلان يقول لي يا با عرفتش يدور قال لي وقفوا أمام القضاء ورا نصي قال لي فلان بفلان ما عرفتش قال لي شد على السيد سيدي دا لي ارضي وكذا وكذا الى اخره قال لي انت اش تقول؟ قال لي با اقول لنا اش تقول؟ نو باش تكلم با با صافي تكلم صافي قال لي ارفع القضيه هذا راه زنزون ولا شوف اش صافي الله يعاونك شوف على دار ندير الجي قال القضيه الله بسم الله قال لي با قراك اش تقول؟ با مشات ضربت القاضي لا اله الا الله لقنا والحيله لقنا اللي راك جات فيك ان شاء الله المهم عند ناس هذي كتاب الضمان اش نقول احنا ما جزيناش فيها احنا هذه القضية ما جزيناش فيها لان الجزم فيها صعيب شوية صعيب ولكن راه هذا هو الاصل هذا هو الاصل ما كانش عندنا شيء اصل غير هذا ما تقول لي ما كناش متطورين ما كناش كذا اش خدمنا التطور ما كان والو التطور قال لك هذيك النقابه هذوك الفلوس ديال داك الرونس تيمشيو ليها حتى الا كان بنين الله الا كان مراكش يمشيو حتى لمراكش وانت تهز منهم النقابه واحد النصيب عاد ترجعوا الفلوس صاحب الموضوع شي جوج شيكات شي المحامي ديالو وشي فكر وهذا كياخذوا منه باش يدافعوا على قضايا الناس كما تيقولوا النقابة وعلى قضايا المحامون ولا حول ولا قوة إلا بالله. المهم كتاب الضمانة يعني الضمان الكفالة يعني جيتي لقيتيني أنا خاصك مع واحد السيد شاد فيا أعطيني فلوسي شحال 1000 درهم لا تتخدم عليا كذا دابا نعطيها لي فلان فلان لا اعطيها لي دروك وانا ما عنديش جا واحد السيد قال انا نضمن فلان صافي غير خليه غادي يجي بالك انا الضامن انا الكاتب فدازت ايام ما ديتليش انا الفلوس
الصدق الثامن يعطيه فلوس. يعني الكفيل غريب ويعطيها هذا يضمن. إذا من ضمنت السيد أعطيني أعطيه. هذا هو. قال يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال أن يغرمه عند الطلب ويرجع على المضمون عنه إن كان مأمورا من جهته. يعني أنا أعطيت عليه بالألف درهم بس تعطيها لي راه أنت مول القضية رديت تسالي أنت أنا راه جيت ضمنت أرى لي الألف درهم اللي أعطيت للسيد وقول لي تا هو باع ضمنوه وقول لي ومن ضمن بإحضار شخص وجب عليه إحضاره وإلا غرم ما عليه. هذه قضية قلنا هو حاضر وضمنوا اذا خصو يضمنوا ويجيبوا ويجيب الفلوس ديالو. للحديث مطولا واخرجه ابن ماجه مختصرا عن ابي امامه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عز وجل قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوالد ولا ينفق ولا تنفق المراه شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها. فقيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذلك أفضل أموالنا. يعني المرأة ما خصهاش تصدق مال الرجل ولا الطعام. اللي قال ولا الطعام يا رسول الله قال راه الطعام هو أفضل شيء عندنا. يعني حتى استأذن من الزوج ديالها. ثم قال العارية مؤدات. الإعارة أعرتك الكتاب خصك تردو ليا هذه إعارة. العارية مؤدات يعني تأديها يعني تردها. مثلا الناس يعير بعضهم بعضا هذوك ما عندي والعرس وكذا والطبايلي كذا يشدون عند جيرانهم هذه تتسمى كلها عارية خصهم يردوا داك الشيء مالهم عندما يكملوا هذاك العرس ديالهم. هذا هو. قال العارية مؤدات والمنحة مرضوضة والدين مقضي والزعيم غارم وأنا به زعيم أي كفيل ضامن ضامن هذا هو زعيم وأنا به زعيم أي ضامن أنا نضمن لكم المقام. إذا هذا الإنسان الضامن خصو يخلص. كاين شي كاين شي اسئله كملتهم؟ بارك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.